أنا بدي أطلب من كل اللي فيه اليوم يواكبنا على قسم المعلوماتية، هيدي الحرية الشخصية بالتعبير وغيرها هي مرتكز أساسي ووطني وأخلاقي وإنساني باستمراريتنا. هيدي الصرخة اللي عم نصرخها اليوم صرخة الأمل وصرخة الوجع. بدي بس أخذ كلمة مع أستاذنا، طمنا شو الوضع؟ أول شيء يعطيك العافية، الله يخليك، خلينا إياك. يلا ربع ساعة إذا الله راد وكل واحد يتسهل على بيته. شو الرسالة يعني اللي وصلت له؟ إنه صاحب الحق وبيدافع عن حرية واللي بالكرام يستدعى، وهودي الفساد كله اللي خرب بلد باقي مكانه. عشان هيك نحن عم نقاتل. يعطيك ألف عافية. عم نواجه، بس منواجه بالألم، منواجه بالمنطق، منواجه بالرواق، ومنطلب من الكل المرجعيات وكل كل الأمور اللي بتتعدل فيسكتوا المحامي، ياخذوها بعين الاعتبار ويرجعوا عنا. طيب فيك تخبرنا بس الرسالة اليوم لأخوتنا المحامين، محامين الثورة، شو الرسالة بالضبط؟ شو التفاصيل اللي صايرة؟ شو هالعملية اللي عم بتصير؟ يعني شو هالديكتاتورية يعني إذا فينا نقول؟ وين عم تحكي؟ عن كل شيء، عن كل التوجه للمحامين. النقطة، نقطة المي بتنقر الصخرة، نقطة المي بتنزل بلا صوت، أهم شيء بتطلع آخر شيء المي أقصى بالمستقبل، بس يكون واحد عنده الإرادة والنية ويكون عنده العزم، بس يكون كلنا متكاتفين مع بعضنا، آخر شيء النصر هو للشعب والنصر للحق. قد ما كان الظالم خمل حاله مين ما كان، إنه هو أقوى من القانون، آخر شيء بصلابتنا رح نربح. كل الشكر وكل التقدير، كل الدعم للمحامين، محامي الثورة اللي اليوم عم يضطهدوا بشكل كتير كبير. للأسف أكيد يعني في عنا نقابة مش خايفانين، نقابة بتحترم نفسها والمحامين بيحترموا نفسهم أكيد، لأنه نحن عم نطالب بوطن العدالة والمؤسسات والقانون وغيره. عمي جورج بدي أسألك سؤال، ما كنت تكل وتمل هالسلطة من استدعاء أرباب الشرف والكرامة والحرية والوعي وتركي الفساد؟ شو رسالتك؟ وانتو عندكم رسالة نهار الأربعة كبيرة كمان، شو بدك تخبرنا اليوم؟ برأيك سلطة الفساد تبع طول الفسدين ولا برا الأوابة؟ انه ما نقوا إلا دكتور شبل المصري الإنسان المثقف الواعي الرأي ويبعثوا ورا منه، ما بعد شيء أفلس أصلاً أفلسين، ما بعد شيء يعملوا، ما في شيء يتهمك فيه، لا بفساد ولا بسرقة ولا بمخدرات ولا بولاء لأجنبي ولا بجريمة ولا شيء، بس تحكي كلمة تنتقدوا ناطرين انت يبعثوا وراك تفكروا انه بيبهدلوك بهالطريقة، لا طويل على مدى. شبل المصري ما بيبهدل، شبل المصري رمز بغلوز للأوادم والأنظار، نحن حده بنقول له شبل المصري هو على كل حال عارف، نحن أمثالك بدنا إياهم بكل ضيعة بلبنان ويحكوا الحقيقة، وهالمرة سمي الأشياء بأسمائها لأن المرة الماضية ما سمى، كان عم يحكيها بشكل مهذب ما هو معود. قلت له انا يا عمي لو بعته ورا واحد مثلنا هيك بسب وبيعيط وبيسمي كنا بنبلعه، انت رب اللي اياك كيف بعته ورا هو ما بيمشي معنا يكون هالقد ليا بالشكل المصري. بعد الواحد يحكي يسمي الاشياء باسمائها ويقول له انت ازعر، انت حرامي، انت كذا، انت لابس عمامه رجل دين، انت لابس حيط الصليب على كتفك، انت كلكم كذابين. نحن قدام منظومة مؤلفة من رؤساء وزراء نواب عسكريين أمنيين رجال أعمال رجال دين إعلاميين مصرفيين، هذه شبكة عنكبوتية مؤلفة من السلاح والفساد والطائفية وجاية عم تتحكم بالبلد وفكروا تركعنا، لا طويل حربته، نحن ما بنركع غير الله اللي خلقنا وبس. يسلم تمك. الأربعة شو عندكم تحرك؟ الأربعة عندنا التحرك، نحن مجموعة عسكريين متقاعدين، دعينا كل العسكريين متقاعدين، دعينا كل الموظفين القطاع العام، كل المتقاعدين بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، كل واحد متضرر من هالسلطة، مين ومنا اللي مرتاح اليوم؟ مين ومنا يلي معاشه بيكفي خمس ايام؟ مين ومنا اللي قادر يدفع فاتوره الكهرباء؟ مين قادر يدفع فاتوره المي؟ مين قادر يفوت على المستشفى؟ مين قادر يعلم اولاده؟ كل متضرر يتفضل ينزل معنا. ثوره 17 20 بدها ترجع تجي،
ولازم تجي هالمرة بشكل عنفي لأن الحوثي ما بيفهموا بالحضارة. صحيح. إحنا نزلنا ما كسرنا لمبة ما كسرناها ما بيفهموا هيك. هو بدها تفوت تروح بيوتهم تدعوسهم ببيوتهم تحرق لهم ممتلكاتهم كسرنا سياراتهم تهجروا من هالبلد. غير هيك ما بيمشي الحال. وهذا حقنا، هذا حقنا بعد ما خربوا وطن. هذا الحق 100% ونحن يمكن قصرنا 17 سنة منها. صح. يمكن. صح. يمكن هذه أحد أخطائنا. اعتمدنا السلمية مع ديكتاتورية وإجرام جائر. مع جيران، مع مجرمين، ما في تعمل سلم مع مجرم، مجرم بس تعمل له سلاحه، نحن بسلاحه إن شاء الله إن شاء الله بدعي من قلبي إنه يوم الأربعاء يكون بداية إعادة إحياء الثورة. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. كل صرخة هي بتأكد على هذا الصرخ. تفضل.